مش مستعد اشتغل خالص في العموم. هنبدا دلوقتي مرحله جديده وهي مرحله تاهل كاس العالم. واكيد انتم عارفين كلكم ان احنا حاطين المنافسات دي ان احنا نكون حاضرين ان شاء الله في كاس العالم. يكون من اوبجيكتيف تشكي كمسار كمسار ماتش فور بسيلو غانيار جون بنجو. É esse o nosso objetivo e é isso que estamos focados em fazer, a trabalhar muito e bem, com muita qualidade, e vamos enfrentar este jogo com uma grande vontade de ganhar. طبيعي جدا ان احنا لازم نبدا بدايه قويه، البدايه القويه دي هتكون حافز قوي لينا لمنافسات كاس العالم. بكره يعتبر اول مباراه، احنا بنسعى ان احنا نكون ان شاء الله متفوقين نفوز بنقاط المباراه غدا عشان تكون بدايتنا بدايه قويه ونقدر ان احنا نكمل مسيره التاهل لكاس العالم بشكل كامل. Thank you.